قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. زينب نعم صوبي لي شي قهوة. تاكل شي حاجة؟ ما قدي تجيب لي غير القرم بيت الناس. واخا بارك عليك. الله يرحم والدين. ليمونة احمد شتو ما جاش هاد الصباح؟ واه ديرو القيته ديالو شتو مازال ما بدا. قيل هذا دبر عليه شي بريكول. ايوا احمد هو هذا. احمد خافي عليك وما كيزقل والو. انت كتزقل هاك. الله يعاونك. السلامة. فين غادي؟ غنمشي لخدمتي. باقي الحال. كيفاش باقي الحال؟ انت خدمتي وانا ما نخدمش ولا؟ تاش من خدمة. غادي رجلي من السبيطار. المرأة زاد عليها الحال. مسكينة. جلس جلس. على أين شهر عندها؟ هذا شهر السابع. هي هذا شي عفريت بغا يخرج قبل الوقت. من فمك ربي. راني انت تفايل بك. ولكن غتبقى تشرب معايا شي كاس ديال القهوه. لا لا خليني يلاه نمشي نخدم. شوف شوف راه على حسابي ومن بعد نوصلك حتى للخدمه. ملي توصلني واخا سيدي. زينب زينب. نعم. غادي نمشي نتقدى داك الشيء اللي خاص السيمانه. اذا دق شي واحد ما تحليش عليه وهذوك الشراجم ما تخليهمش مفرعين. يا قلتي لي غاديني نزور امي اليوم. ايه هي من بعد من بعد. كيفاش من بعد؟ انت ديما كدير معايا هكذا ما عرفتش علاش. صافي زينب كلمة واحدة راني قلتها. شوف زينب أمك ماتت الله يرحمها. لا أشنو غادي تمشي تشوفي في المقابر؟ الحجر والتراب. خلاص خاصك تنساي الماضي وتشوفي حياتك ومستقبلك شنو خصك. امي هي اللي عندي. كانت عندك ما دابا راه ما عندك غير انا والله. الا خطاوك هاد الزوج كلاوك الدياب.
شي وحدين كتعطيهم موبينات جداد وكيف كيردوهم لك. كلشي مشرط، كلشي ملوك، بحال لا كيدوزوهم في شرحه. عنبر، هادوك التيكيتات ديال الموبينات اللي قلت لك لصق، لصقتيهم؟ اين تيكيتات اخويا رحموني؟ كيفاش خويا رحموني؟ انت فين ما كتكون مزبله ولا مقفره كتبدا تقول لي اخويا وما كدير والو بعدا انت كاع. شوف خويا رحموني، الله يرحم لك الوالدين، ملي رجع لصقهم خويا كاملين. منين ترجع؟ وانت بعدا راك جاي معطل. شوف الله يرحم والديك اخويا الرحيم. اسيدي انا ما اخو حد. واخا الله يرحم الوالدين، انا عندي شي غرض ضروري نقضيه. بغيتك الى سول فيا المدير ولا هذاك السكريدار النحس قول ليها ضراتو الدرسه ومشى يحيدها. شتا والله ما باغي تخدم بالله. شوف اخويا والله اسيدي انا ما اخو حد، الله يهديك. واخا رحموني، الله يخليك معز عليك. نمشي يلا سير وما تعطلش. السلام عليكم. عليكم السلام. اش تحب نخاطب؟ بغيت نكتب شي. مرحبا تفضل. شي طلب ديال الخدمه؟ لا هي باغي تطلق. لا انا مازال كاع ما مزوج. حشمت نقولها لك. ايه باين على وجهك مهموم، ياك ماكي صاله غراميه. بحال الا علمك الله. شوف اولدي، البارح هذا جا عندي واحد مصاري قبو بحالك وقال لي بغيتك تكتب لي رساله لمحبوبته، ومني سولتو عليها قال لي ما كنعرفهاش، تنشوفها غير في المنام. لا انا كنشوفها وانا فايق، كنشوفها ديما من الشرجم. من الشرجم؟ اه نوض بدل الساعه اخرى ما تخرج عليا. لا قلت لك ما تخرج عليا سيدي، الله يبارك وسع من كسافك. تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله. اش حاب الخاطر اسيدي؟ كنقلب غير على الكتاب ديال الرسائل الغرامية. غنشوف لك باقي شي واحد. عندك الزهر، باقي غير هذا الكتاب انت، رسائل العشاق لمن يشتاق، في كاع داكشي اللي بغيتي. حاجة عطينا انفير تانسيون. حاجة يا امك عطيني اتساح يا ما خرج عليا من هنا. صافي اش كتسنى؟ مزيان تبارك الله بقيتي لي عتا. راه لي هذوك اللي بغيتي تلصقهم. وسير فك حريرتك مع هذاك اللصقه بعدا. شكون هو؟ المدير راه كيسول عليك. ناري وصلوها ليه؟ والله اسيدي بالله انا ما قلت لي شي حاجه. يا ربي السلام غطح لي الكرش عاوتاني. العنبر شنو بغيتي انت؟ انفيتاسيون. ها؟ انفيتاسيون. شوف سير تتعلم تقولها واجي. يلا احفظها انفيتاسيون. الحاجة ياك لاباس. حاجة يا امك ما تبقاش تقول لي الحاجة يا امي. انا امي ما تشحال هادي راه حيت كنحترمك.
جبتي نبقى نعيط لك. انا سميتي نفيسة ابنادم، هو سير شوف المدير اش بغاك. اختي نفيسة ما عرفتيش ليه يكون بغاني؟ وانا مالي، سير عنده هو غادي يقول لك مالك. واش درتي ابنادم؟ سد الباب. واخا الحاجة. الله يبقالك. انا سيدي ثلاثة ديال الافلام دي سوبر برودكسيون ولا بروميير فيزيون بروميير سورتي بحال باريس بحال هذا. ها واش بغيتي؟ ها وانا راه كنضمن لك ستة سيمانات ديال السكسي وديال الكومبلي. ها ودي الله يهديك، واش كضحك عليا ولا كضحك على راسك؟ تا هما قدام الشركة ديالك بخمسة ديال الدراهم اخويا، راه بيرات اجرا سالا مع السينما راه قتلها. كان يبنى الهضر ديال الله سيدي، كتزيد فيه واسمح لي كتزيد فيه. ياه وانت اخويا انا سيدي هانا اخويا ياك هادو هما اللي جاو من باريس. ها هانا اخويا وراه اخويا تيتمنطو هنا عاد كيمشيو للميريكان. مصيبه هادي، واش غنديرو حنا دابا؟ ايوا حبيبنا سيدي اخويا حنا راه حنا لقينا الحل، راه القاعات السينمائيه ديالنا كلهم بدات تتسد وحده ورا الاخرى. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش عندكم ديك الهضره كثيره والسكوت احسن. بغيتيني اسي من كيران؟ تا سير حيد عليا، سير حيد عليا من هنا، تا بغي كون انا عيطت لك سير حيد عليا. لا لا خلي انا غنخرج، انا غنمشي غير خليه يدخل. ايوا والافلام من بعد ان شاء الله نتصل بك، حنا على اتصال. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك. هانك الله. الله يعاونك. سلام الحاج. زيد لهنا، زيد هذاك واش عندنا حس دخل. شنو درت؟ ما درت والو. راه هذه هي المصيبة، هو انك ما كدير والو. جلس. غير بلاش. جلس. انا غادي نكلفك بمهمه سريه بزاف، واذا نجحتي فيها ان شاء الله غادي نجح فيها. خليني نكمل. اذا نجحتي فيها مريضنا ما عنده باس، فشلتي فيها والله العظيم لا فلتك. محلمة صباح الخير. صباح النور. غيه صبحت فيا فرحان، عرفتي شنو حلمت هاد الليلة؟ حلمتك مشيتي لقبر النبي. إن شاء الله في حياتك. الله يعطيك شي حجة، الله يعطيك ما نويتي في خاطرك. آمين. ودعي معايا. الله يرضي عليك، الله يجيب لك شي عروسة. آمين آمين آمين. Let's go.
شنو ضركتي تما؟ ما ضركت والو. قلت لك اشنو عندك تما؟ ما عندي والو، راك ديما موسوس انت. واش غتورينا شنو عندك تما ولا غندير يدي؟ لا هادشي اللي بقى خاصنا، ها؟ هادشي اللي بقى خاصنا، الحب والغرام. كتخرجي من ورايا؟ لا والله ما خرج. منين جاتك هادي؟ راه معاك كنهضر، منين جاتك هادي؟ بعد مني، تفرق عليا، ماشي شغلك فيا. شي شغلي فيك؟ اه. مزيان، شوف، يلا جمع حوايجك وضرك كماتك عليا، نشوفك علاش قادة. كتسحب لك العروبية هادي، راه الدار البيضاء هادي واجرك على الله. يلا خرجي، خرجي، إلا ما يشدوك الضبع ويشرقوا لك الحمك ويلوحوك بحال الجيفة. يلا، جرب، ورد عليا الخبر. قولي بعدا علاش انت تابعها؟ انت مالك؟ ليك مخلص الوسوق وسكت. لا انا مسكت. ما مزوق فيك اخويا، ما توقفش غتفلت منا. ما تو انا خويا، اخويا انا ما اخو حد. الله يرحمها مراتي، ما كنشك فيها وغيت معها. هذيك مراتك انت؟ وعلاش لا؟ سيف الله يرحم الوالدين. هاد الكورسة راه طولت، كاع اللي ضربنا غتحسب عليك. ومعلومة تحسب عليا، انت غير سير. كتسول على شي حد هنا؟ لا. شكون هو؟ الفرماسيان. بالك شي فرماسيان هنا؟ اسمح لي، وقيلا قالوا لي الزنقه الاخرى. اللي شافك هكا تقول غتقابل مع محمد علي. اش هاد الصاك؟ داير عليه بحال وجه المبودر. ما غنطلق منه تنبرد جنوني فيه. قصت هاد المبودر كاع ما بغات تسالي. ما غتسالي غير بيا ولا بي؟ والله ما تكسب العقل، لا انت ولا هو معاك. شتي لما بعتش من صحتي وصحت مراتي عمري غنتفارق معاه. واش نسيتي باللي كان مزوج بها هو قبل ما تزوج بها انت؟ كان وما بقاش، هو اللي ما عرف ليهاش. انا غادي نخليك هاد الساعه، مراتك ما بقى ليها والو وتجي. مراتي بيت عند امها اليوم. هي غنقصروا هاد الليله. ماشي غنقصرو، غنقصرو ونقشرو. ليمونة واحد القهوة خفيفة وبالزربة. القهوة خفيفة عليك ليمونة. هذيك القهوة زيد عليها وحدتين وعلى حسابي.
على حسابك ياك ما طحتي على شي كنز بحال هذاك الشيء. البنت بدات كترم بنت الصرجم لحت عليها واحد الحجره وهي طيح. ضربتيها بحجره؟ لا هذيك البرا اللي كنت كتبت ليها درتها في حجره ولحتها ليها قراتها وهي طيح. كي جيتك؟ علاش كضحك؟ علاش كضحك؟ والله الا انا احمق اللي كندوي معاك. اش خصك العريان؟ خاتم مولاي افيق من القلبه وبركه ما تحلم. علاش اخويا؟ اللي كيحلم يكمل دينو ويدير مرا وعشيش كيحلم. مرا وعشيش في هذا الزمان كيخصهم الفلوس والخدمه ديال الصح. وما تعرف تكون حتى هي برزقها. عرفتي شي يجيك مليح؟ بدل عليها هذا الاسطوان. خد خد شيش خد. لا لا فينا فرطت بخير اخلي عليك هذاك راه لقى واحد خيتي اللي غتقزب ليه الجناوح. وديما كيقولنا لقيت لقيتي وما شدنا والو. لا لا هاد المره بصح كتبت لها واحد البرا قراتها وهي طيح ضربها بحجره حتى طاح. لا لا انا عندك انا وصلت هذيك البرا ودابا راه تكون غير كتخمم فيا. حتى هذه ديما كيقولها لنا وما شدنا عندك والو. لا هاد المره بصح شوف انتوما الا كنتو صحابي حاجه وحده دعوا معايا. يا ربي تعطي شي وحده اللي تغرقوا. يا ربي تغرقني تغرقك ولاد وقول امين. سلام الله انا حمق عنبر وعنبر اجي خلص غير هذا الشيء. يا قلتي غتخلص على حسابك. شريف السلام عليكم. شو كاين؟ اسمح لي لو وقفت لك في الطريق. انا جاركم اللي ساكن في هاد الدار خدام على قد الحال ومقطع من الشجره. ومن بعد؟ بغيت نخطب بنتك على سنة الله ورسوله الا قبلتو عليا. قولي انت هو. انا هو شكون؟ غادي نزهق من قدامي واذا عاودتي وريتيني كمارتك غنخسر عليك. ما يخلاص العطفو على قنس. لا الشريف انا ماشي قنس انا راه كلكم سلعه واحده وما عندي بيت الزواج يا 16 صافي اسيدي. انا راه انت حسره فوق لي الحياه كل واحد غنقولها لك. الا غادي تعاود توريني كمرتك هنا غادي ندير فيك شرع يدي. يلا غبر يلا اش باقي مازال الوقت كدير عندي هنا. لي انا جاي كنقلب على شي فارماسيان ودابا علاش جيت كتقلب على شي سبيطار. الله يرحم ولدي اخويا. انا مزوق. قول لي شكون اللي كاريك ولا مشيتي حتى كذبتي غادي ندملتك على حياتك. كريت واحد والله ما كريت واحد. هو باها لا ما كنعرفوش بقى غير رجلها
رجلها هي اي رجلها رجلها ولا قال لك سبعه قال لي رجلها ولا شفتيه اش غادي تقول لي ما نشوفو سباك ولا ما شتاش غادي تقول لي مرا مراتك مرا مزيانه واخا محترمه وداخله سوق راسها الله يحفظك انا شفت منها غير الخير واخا غنقول له مراتك مزيانه وما شفت منها غير الخير ما ضربش انا نضرك عليها وجهك واخا الله يرحمك شي تشفتك مره اخرى غادي نخبرك في السيروم واخا واخا فكرتيني في المسيد شكو كنت بحالك والله ما نخليهم يوصلوا رجليا اه منين يضروا بك جموله بحال هذوك قولي غادي تقدر تهضر وانا بعدا فين حسيت براسي تنقد راسي رجلي مهزوزين وزيد هذاك صاحبها وقيلا غيكون كوميسير ولا خدام مع المخزن باش عرفتيه كوميسير قال لي الا عاودت قبضت يمك غادي ندخلك للسيلون ولكن انا الحمار اش داني نتبع مرض الراجل عرفتي اش غدير ما عندك ما دير بهاد الخدمه بدلها عليك كيف شتي دابا الخدمه غير كتسناني عقلت على هذيك المره اللي كنت كنعاود لك عليها اليهوديه اللي تنبريكولي عندها مالها كانت قالت لي بلي محتاجه شي واحد وانا اش غادي نخدم عندها اي حاجه تسخر ليها تسوق بها المهم انك تخدم وانا كنعرفها مرا كريمه وغادي تهلا فيك وزيدو ما نخافش عليك كنعرفك كطرق المسامر عندي اخويا حماد مسامر هما اللي في رجلي دابا يا امي يا امي راجل قداش وكياكل الفلاقع كشتي سجلي وكنخبيو شحال عملتو في التريوم في البارح؟ 35 بلاصة ولكن في الليل ما خدمناش علاش ما خدمتوش في الليل؟ ما جات حتى حد و السينما ريف شحال عملتو؟ 70 بلاصة الحماق هذا شاروخان و 70 بلاصة الساعة مبرو تفضل انت من بعد نكملو هادشي نوض نوض سير الساعة مبرو انجليز تفضل عبدالله كاين شي اخبار؟ سي بن كيران غير سمح لي انا هذيك الخدمة ما نقدرش نديرها سامبر انا ما عمري تصحابي انت خواف لهاد الدرجة هادي لا ماشي خواف ولكن هذيك الخدمة ماشي ديالي ماشي ديالك واش ولي ديالك طمناك وكل نهار جايب لي سباق ها اقولها من الصباح قول لي باغي شي زياده يا الكافر في الله لا لا سي بن كيران ماشي زياده ولكن الله يرحم الوالدين عافيني من هذه الخدمه نعفيك ايوا سيدي غادي نعفيك ولكن غادي نعفيك من الخدمه بجوج من هذه ومن الخدمه العاديه لا سي بن كيران ما تقصدوا بيا لا اي خدمه نديرها غير اعطيني اتساع الله يرحم والديك اعطيني اتساع في ظل الهضره اعطيني اتساع يلا حيد عليا سير سيدي حيد عليا من هنا سير سيدي الحساب ديالي سير الحساب ديالك غتلقى عند نفيسه ساحيد عليا من هنا مزيان تبارك الله اجي عاوني في هذو البلاصيهم لداخل غادي نبقى لي ما نعاونك انا غنمشي بحالي من هاد الخدمه وناقص من الخدمه ناكلو عليها العصا باش ناخذ حساب من عند نفيسه اياه اشحال هذه قلت لك راه ما بقاتش عينك في الخدمه رشا ايه قول لها عنبر لا لا رشا واحد السيد سميتو عنبر كيسول فيك قول له يدخل دخل دخل بسم الله
انت هو عنبل شفتك حماد انجلس بسم الله جيب شي حاجه ما نشربه ايوا حماد شكرت ليا بزاف شنو كان شغلك انا ما خليت فين ما خدمت كيقول لك سبع صنايع والرزق ضايع انا خدمت في الفران وخدمت كنسرح القوادس وسيرور وفي واحد القهوه وخدمت كنعلق الفيشات ديال السينما عندك شي فاميليا الوالد والوالدة الله يرحمهم واللي بقى في العائله وكل واحد منهم في خدمته عندك البيرمي عندي الشريفه عندي من 98 حتى انا كنت خدام في واحد الغوندا عند واحد السيد سميتو بوشعيب ومني مات الله يرحمه الورثه باعوا هذاك الشيء كاع اللي كان عنده وشتو الخير وباعوا حتى الغوندا ايوا قلبي كيقول لي باللي انت ولد الناس انا بغيتك تخدم معايا باش تسخن لي وتبدا تخرج معايا في الخرجات ديالي السكنه والماكله والشراب عليا وألف درهم في كل شهر ونهار في الأسبوع الراحة ديالك تبارك الله البركة الله يخلف عليك الله يرحم والدي هاك هاد البركة لا 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 مازال ما خدمتش لا باغي يخوض لا الله يخليك حبا تقلب لي الحالة ديالك من بعد عرفت تفضل تفضل الله يكثر خيرك يا شريفة إيوا إلا كنتي موافق من غدا أجي موافقة لله علاش ما نوافقش إيوا سير جمع حوايجك وأجي الله يرحم والدي بسلامة يا شريفة غدا ياك ان شاء الله ان شاء سعدية لكن أنبر قول له يدخل صباح خير صباح الخير يا سيدي كاينة رشا إيه موجودة أنبر ياك؟ آه دخل يا سيدي أنا سعدية بحال سميت أمي الله يرحمها أش كتجيك رشا؟ أنا جارتها كاري عندها في الثروزيام إيطاج سعدية البنت هي طلعي قبلي ولدك وهذا هو اللي تبدا تعطيه الكرة ولا مشات تدق عليك ديك الشلاهبي ديال داك السمسار جري عليه أو قولها لعنبر يجري عليه إوا غير دعي معايا الحاجة يعفو علي الله من داك طلوع الدروج ومن داك الكلب ديال صوفيا اللي النهار وما طال وينبح عليا إوا الله يهنيك هاد الساعة سلامة بنتي صباح الخير حاجه عاد شفتيني كي صبحتي ايوا صبحت عيانه هاك هالسوارد ديال المبل ديال بيتك قبل ما تمشي جمع داك الجبل المكركر قدام المبل واخ ولو بارك سميتي عنبر عنبر علاش كتقلب ليه شريفه قالت لي هاك الساروت وكاين شي بيت وبانوا لي هنا جوج البيتو اجي نوري لك انت مجوج قدام مازال علاش ما تجوجتيش يا باخي ما كتبش الله ها البيت فين الساروت هذا زيد البارك
الخبر. شنو هذا بيرو؟ كان بيرو ديال رجل رشا. دابا خصني نسكن هنا. ما تخافش، ما تجي فين تجيب حوايجك تتلقى هكا تيشعل. الله يرحم والدين. نوريك بيت خرم؟ واخا. يلا. اشريف اشريف، واش حنا كنجمعو وانتوما كتلوحو؟ سير عبد الاتساع الله يرحم الوالدين. ايوا كيف جاك هذا البيت؟ زوين زوين الله يكثر خيرك لاله. هذا راه كان المكتب ديال راجلي، كل ما كنتي شي عجيج وما نعطيه لك. حتى مريم مسكينه تعبت معايا وجداته. والله يرضي عليها الله يرضي عليها. اش نقول لك؟ هاد الثورات اللي دايرهم هادو ديال السينمات الفيشات. علاه انت خدمتي حتى في السينما؟ كنت كنعلقهم. انا لا سبع صدايع ورزق ضايع. ولكن الا ما عجبوكش نحيدهم. لا غنخليهم، انا غنصيفط لك العشاء مع مريم. الله يرحم والدين. بلاتي نوصل معك. شريف نعاونك شريف فاش غتعاوني اخويا؟ خذ يا سيف لا هذا كتب الله هذا كتب الله رزقك على خاطر ودابا لا عطيتك انا تهز هذه انا اش غندير؟ لا تعرف لا الله يسهل اخويا الله يسهل الله يسهل كتب الله ابا عوان شريف كريك الى الخبز معاكم
باش غنبقاو نطيبو حنا هنا تحت هاد الشمس. من هنا انا ما محركه حتى نشوفها. ويلا ما جات؟ قلت لك من هنا انا ما محركه حتى نشوف هذاك الديوتي اللي جا باش يقابلها. هذاك الديوتي دابا يعيا ويمشي بحال. تقول واش باغي تعيا وتعيط لي نقابلها ولا تجي تسكن عندي؟ راسها قاصح. خرجتي ليها؟ الله يخرجك في شي مصيبه ان شاء الله. بدي عاوتاني بدي. هيا جات. خليك هنا. ماما جيت وما لقيتكش، قلت تسناك حتى تجي. شنو بغيتي؟ علاش ما تجاوبينيش في التليفون يا ماما؟ انا ما تحد الناس ولدوا الاولاد وانا ولدت كنتي السخطه. هذا السخر جديد؟ ايه وسخر جديد، لقيت الخير في البراني وما لقيتوش في دمي. علاش تتدي البيبان في وجه ماما؟ لا بعدي مني يا قلت ما بقيتش تضري بيا. اعطيني اتساع. خليني غير لك ما تفشل لي. لا ما نفشل لك. هاد المره الا جات ديك الحلوفه ما كنتش هنا ما تحلهاش الباب. علاش الحاجه مالها؟ شوف انا ما حجاش هذيك خرجت كتشبه باها، الطمع ما عينيها بطع عليها وقتاش نموت باش تورتني. فنقول لك كانت ساكنه معايا وكترهبني وكتسرقني، خفت انا لا دير لي شي حاجه او شي سم او ما نعرف. طول عمرك الحاج. انا ما حجاش. ومريم فينا هي؟ مشات تشوف عائلتها والسعديه واخا وحديها وعندها الوليد، ساعه ساعه كتهبط تعاوني. على راجلها فينا هو؟ مات هادي عام. نوصيك الله يرضي عليك ولدي ما تقزرش عليها. لا لا لا. ونوصيك على واحد الشاطماطه ساكنه في لابارتومان ديالي، اذا تاخذ منها الكا وعينيك محدورين. واخ كوني هاني الحاج. كيف ولدي معاك هاد البصلة؟ فكرتيني صاحبك حماد راسق صافيك. اشنو قال لك؟ قال لك الا كان عندك الوقت دوز عنده يشوفك. بالحق قلت له حتى يدينا للمقبرة نزور. واخ واخ الحاج. تبارك الله عليك، والله الا كتنقي الخضرة ما تنقيها شي مرة. ورا 10 سنين ديال تازوفريت ياك. هاد راجلي الاول الله يعمرها دار الزين والقلده والضوء والفهامه. انا ما تزوجت عليه حتى وفى على موتو 3 سنين و6 شهور. نبغي لما نموت نتدفن حداه. والراجل الثاني الابر ديالو في العرايش بوه بوه وما دوز عليا ودوزت عليه. والثالث مشى للحج ومات وتدفن تما. يلا دوز عفاك ديني للبحر، الهوا ديال البحر كيوافقني. نعم.
ايه يا دنيا وكان البحر يعقل نحكي شنو كان كيدور مع المرحوم ما بين الرمل والصخر والله يرحمه رشا غنمشي ندير شي دويره ونخليك مع البحر ما تبعدش بزاف لا ما نبعدش هادي عندك فيها الحق صح رشا انا مشيت ما نسيتي والو واري سير صح اجي 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 عندك شي مثال بزاف اللي في الركله لا قول له صيفطاتني رشا والخضره شريها مزيانه وشري الدسر مزيان عندك هذا غير سرون ايوا انا كنعرف لا لا كون يعني وصل مرضي والبطيخ لقيتو نجيبو تاعو واجيب تاع الدلاح الحلي ما لاباس لاباس ولدي هاك هاد البرا جات العنبر عنبر تحاول من هنا ابقى ساكن هنا تحاول تحاول اجي اجي ارا ديك المريه كنعرف الادريس دابا نوصلها له هاك يا الحلي ما بارك الله فيك والسلام محمد اوه فينك اش كدير هنا وانت كتشوف خويا كيتقدا وكيصوب واش غندير فين هاد الغبول غير مع الوقت راك عارف خوك مولا بنيتات ويبقى الرابعه في الطريق ويلي 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 اه فكرتيني عاد كنت عند الحاجه صوبت لها شي رودويات وعلى وجهك ما خديت منها التريه الله يرحم والدين قول لي عجبك الخدمه ايوا اش غندير قابلين وصاف الواحد كيغسل المواعن ويقشر البطاطا ويساري الحاجه واش غدير اي حاجه كتقشر بها الدرام ما تقولش عليها لا شوف غدا في العشيه جيت تعشى معايا علاش لا اي والله يعاونك الخدمه كتسناني الله يعاونك بالسلامه سلام على الحاجه تهلا في التريتير ايه فين هي ديك هي فين هما هاد الولاد اليوم اللي غادي يطوقوا هاد الغرناطي فين هو الطوق قول لي اخوانيتا المسخوطه د بنتي باقي كتتصل بك ايوا اش غنقول لك الحبيبه رشا هذا اكثر من عام ما سولات ايوا الله يهديها الله يهديها متبع اخباري من بعيد بطع عليها وقتاش نموت باش تورتني خرجت لباباها الراس القاصح والقلب اللي ما يرحم الله يخليك خويا الله يخليك لا ممكن تساعد كاينه وحده اخرى بارك الله فيك سيدي شكرا
دغتو شي موا حطهم يلاه خليك في الصالون هدبتك معايا اش كيعيطوا لك انا صوفيا الفام دافير وانت عنبر كونسيير جديد لا انا ماشي كونسيير انا خدام عند الحجه شكون الحجه مولات رشا داكور هاك هاك البركه لا خليك بلاش والله بلاش بلاش الله يخليك غنحتاجك مره مره باش تخرج لي زيتون شكون زيتون مامتي كانيش واخا اسمعك الباب الله يخليك واخا ميرسي صافي بقيتي بغيتي والو لا صافي سي بون ميرسي بونجور اكسلانس اوف انا شوي تري فاتيكي باسكو جو فيان داريفي شي موا Non, 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 ne vous inquiétez surtout pas, j'ai toutes les marques, tout ce que vous voulez. Tout est signé. Hein? D'accord, Excellence. Avec grand plaisir. Au revoir. Allah yousslak ala khair. Lili, khattek. Obtouala amarek, incha'Allah. Barak Allah oufik. Ambr, j'avek Allah. Haram, qaddim lik seniora khwaneta. Bas lima nsiftek tsekhaliha, t'arfek. الخير ايوا توصلي على خير لي اختك حاجه الصور ديال الطوموبيل باش هما هناك فوق الطوموبيل اجي فين كنتي انت كنت عند هذه صوفيا زيت لها شي تقول دورت معاك عطاتني 20 20 الف فرانك لا حاجه 20 درهم 20 درهم انا لا على زقرامه شوف هاد المره الا ما عطاتكش شي ما تعاونش شي تعاونها واخا انا نمشي نغسل الطوموبيل ايوا سير رد بالك منها راها عينيها فالتين وانت اكثر منها لا 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 يما كان ما هي عيني بلاصتو والله العظيم لا الحاج والله العظيم زهرة زهرة صافي سيدو كولو الله يجعل البركة هاك اختي شكرا اختي زهرة سمحي لنا عذبناك مرحبا بكم صوبي لنا شي كاس ديال اتاي يكون دايزو الكلام صوبو انت خليني نمشي نعشي البنات راهم بغاو ينعسوا راه انت اللي بغيتي تنعسي ماشي البنات حماد خف على مراتك صاحبي راه متقله الحمق اللي كيسخر المراه الحامله كيدي لاجر وبارك عليك اخويا حماد ثلاثه البنات فين زيد غادي نبقى تابع الولد تابع الولد حتى يجي لحقاش انت ما كتهزهمش 19 في كرشك وشكون اللي كيصرف عليهم وفوق هادشي راه كله برزقه خباك صاحبنا غيهرب علينا شكون هو؟ نوضو تتعشاو باش نعسو علاش فين غتمشي؟ غادي نمشي لطنجة جاب الله واحد الخديمة مزيان وصافي غتسخى بينا شكون اللي يقدر يسخى بصحابه ولكن الله غالب طرفت الخبز هذا اخويا عنبر ايوا الله يسهل عليك عنبر ما تقلقش ها عمر معاك وطنجة قريبة ما قلتلكش الباترون اللي كنت يخدم عنده في السينما طلق مراته جوجاتك واحد خينا لاباس عليه وشكون قالها لك ما في خبرك انا خدام عندهم شنو خدام غارد كور بحالي بحالك حتى انا غارد كور ديال رشا نصوت هيا غتجيبو زهرة الشكارة ديالك فيها الكتوبة يلا وشرب العصير ديالك باش تولي صحيح شرب صحيح معلوم انت صحيح على انا بلا بيك كنسوى شي حاجة واشرب إلا كنتي صحيح غتكمل الفطور ديالك كامل باش تمشي للمدرسة واش انا نمشي بوحدي وي كنت صحيح الرجال بحالك راه كيمشيو بوحدهم انا كنغلب تا عنبر معلوم كتغلب عنبر يلا شرب عنبر عنبر صباح الخير اختي سعدية صباح الخير صباح الخير ادم
عافاك دير لي اد المدرسه راه تعطلت على الخدمه واخا واخا شوف ملي نرجع للغدا ديالو فوق الطبله كوني هانيه اختي سعديه بيزو ماما سلامة مشيو شنو ها نهزك انت طماع انت نهزك والحلوه يلا سمع هذاك المسخوطة ما انا امك مرتي بنتي راك هشمتيني وهمتيني حشيش قضى عليك وانت بغيتي تقضي عليا وانت يا داك المحشوكه جيب لي الدواء ديالي والماء وشدي عليا داك الراديو خليني نرتاح ولا شتي داك المسعود لتحت عيطو يجي عندي خليت عطيها غير الغوت غير على الزبل ما عنديش تنبع لا ماشي الزبل فلوس الكرا تا هما تنبعات تا الغدا داكو باي باي يلا 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 قولي لي بنتي واحد السيد اسمو عنبر ساكن هنا اش كنتي اللي كتسولي عليه أنا جارته القديمة ما عرفتش من خرج هاكي إلا جا عطي هاد البرية واخ لطف يا لطف مريم مريم لا لا أنا جيت أيت العنبر لا ما لقيتوش لا لا واحد المرة جات وقلت لي هاد البرا سيري انتي لشغلك اجي 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 انت بعدا ما كتحشمش لما نعطيتي لادريسه ديال الدار حتى واحد حتى واحد وهادي طاحت من السما جابت عليك واحد السيده اسمها حليمه كنتي كاري عندها حليمه حليمه عرفتها ايه ماشي قلتي انت مقطوع من الشجره ايه انا مقطوع من الشجره ولكن هاد البرا اقرا اقرا عليا اقرا خليت نكون بوحدي ونقراها ونجي نقول لك شنو فيها هياني عليكم يا رجال انا اللي كنعرف بحركم خاصك شي حاجه ما خصني حتى حاجه بعد مني سلام تام وبعد قد تفاجئك رسالتي أنا الفتاة المحتجبة التي كانت تسكن بجوارك لم يكن بإمكاني أن أتكلم معك فزوج أمي رحمها الله كان قاسيا معي وحين علم باهتمامك بي سافر بي إلى مدينة برشيد لقد حاول أن يغتصبني عدة مرات لكني قاومته أصبحت أصاب بانهيار عصبي من حين لآخر لا أستطيع الخروج للقائك أريد حلا زينب يوم أمس قدر هذه العائلة أن تنجو من القصف والهجرة وأن تلحق بليلها بالعائلات المهاجرة وقدر هذه
عمبر خلعتيني يا صاحبي. صحابني المبودر وصحابو جاو كيقلبوا على الصداع. دخل. لا 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 غير خليني خصني نمشي. غير سالت على رشا. خويا بغيتك تعاوني في واحد القضيه ما كاينش اللي يعاوني فيها من غيرك. وشنو كاين؟ هذيك البنت اللي كانت ساكنه قبلتي في الدار الاخرى. مالها؟ خويا صيفطت لي برا ومكرفس عليها داك الراجل ما وقالت لي نعاونها وبغيتك تمشي نشوفوا معها شي حل. وريني يا عمبر واش انا طرزان؟ راه كاين قانون في هاد البلاد صح؟ وشنو قلت لها انا؟ مريم مريم نعم لالا وفي عينك مريم انا لالا فين هو هذا السعود هذه باقي ما فاق لالا راه غير مفيق فيه ما جاوبنيش ايه دوجي نشوفوا شنو كاين عنده واخا لالا عنبر عنبر شكون دار فيك هادشي زيد زيد الحاج كيفاش نزيد اش غادي نزيد عينو مضروبه ما فيها ما يتشاف هو كيقول لك ما عنده حتى حاجه اذا باغي اجيني الصراحه قول لي شنو طرا انا نجيك ايوا قول انا كنت ناعس ما عليا ما بيا ولكن في الصباح من نط لقيت راسي ازرق كلي دكدك 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 بسم الله الرحمن الرحيم سير بنيتي الله يرضي عليك جيب شويه ديال التبخيره نبخرو بيت عنبر واخا لالا نبخرو ولا لا تنقول لك عاد ما يجيوك شي الجنون بهذا الويل وهذا الطم اللي داير لي هنايا لا غير تبخيره وصافي الحق اطبق لنا زومبلا والله الا خلعتيني يا عمار غير انا ما تخافش صحابني يجي واحد ما دوك النحاس جا باش ينتقم مزيان لواحد يحضر راسه دابا راك دخلتي معايا في المعمعه خصك تحضر راسك في الطريق وفي السوق وفي اي بلاصه والله الا ندمت لي درت هادشي كاع انا ما قادش عليه صاحبي انت راك راجل والرجال ما عمرك كدار بها ما عندي ما نسالك بقارور مع راسك ادي من بقارور عرفتي علاش جيت عندك اليوم عندك تقول لي عاوتاني شي مقاره اخرى اسمع انا جيت عندك حيت جيتي عاونتيني البارح وانا جيت نعاون خويا اليوم وفاش غنمشي معاك لبرشيد الله يطيح حظك ليا انما خويا غتعطيني غدا وبعدا وانا معاك نمشيو نفدو الحرير ديال داك خينا لا داك خينا خليه ليا انا نفضي ليه حسابو يلا انا مشيت بارك الله يلا تهلا اجي ماشي حسن نعيطو للبوليس تسمن البوليس اصاحبي غدق ولا لا خويا لا ما تبرص طونا راه ما كاين حتى حد على فين مشاو الدريه راه في السبيطار ديال الحماق والراجل راه هرب هرب اجي علاش هرب راه تعدى الدريه وبات ما صباح انا مالي انا عارفو انا وفين غيكون مشى والله يرحم لك الوالدين انا ما عارف والو انت
انت اللي قول لي الله يرحم باك لما قول لي فين مشى. انا ما كنهضرش معاه، انا ما عارفوش، انا ما عنديش معاه. وما يمكنش تكون ساكن حدا وما تعرفوش، دخ عليا يا سعيد. وما تدخ هو بعيد لك شي عمر. الله يرحم عمر. بيني وبينه والو يا صاحبي، انت مالك يا صاحبي؟ السلام عليكم اشرف. كاين من قضيو؟ الله يرحم لك الوالدين، كنسولوا على واحد بنت سميتها زينب. اجلس. يمكن ناخذ كرسي اشرف. خولو. هاد البنت هادي وقتاش دخلت؟ والله ما عرفت وقتاش دخلت، المهم قالوا لنا راه هي هنايا. وشنو سميتها؟ زينب. زينب اش؟ زينب العنزي. زينب العنزي. عندي هنا سيدي زينب العابدي ماشي لعنزي. زيد قلب الله يرحم والدي، راه يمكن تلقاها. بقينا خدام معاكم. الله يرحم لك الوالدين. اه غيتبتنا الشهاده كاينه. سميت العنزي وسميت راجل مهير. اييه داك الكفر بالله. الله يرحم والدين، يمكن لي نشوفها. اه وقت زياره سالا راك شفتيها ما كاين حد. الله يرحم بها الوالدين اخويا. احنا راه جايين من الدار البيضاء. انا مزوج فيك اخويا، ما تردناش، دير فينا هذا الخير. الله يرحم لك الوالدين. اسيدي راه كنقيلوا نديروا في الخير شكون يقرب به. اسمك الله بعدا. سميتي فتواكي. سي فتواكي. نعم احنا ما غاديش ننساوك. لا والله والله ما ننساوك. قرقوري. نعم اسيدي. دي هاد الناس 304. تفضل. يلا نوض. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. لا انا ما غنسمحش فيك. لا صافي يلاه خرجوا من هنا. لا خليني خليني نهضر معاه. صافي خرجوا. خليني نهضر معاه خليني نهضر معاه. زين انا عمرك ما تخوتيش. صافي خرج. الله يرحم عمرك. وصافي الله يرحم عمرك. زين زين والله تضرب فيه. خرج عطونا التلفزه. والله ما سمح فيك عمرك. رجع لها اخويا عمرو.
مابقاش تخمم بزاف. واش كان بامكانك دير شي حاجه وما درتيهاش؟ راه مكتب عليها اخويا عمر. ايش ديك الكتابه يا عمر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع اخويا عمر، انا غادي نهضر مع الناس اللي خدام عندهم باش يجيبوها للسبيطار ديال الدار البيضاء. تكرفت عليها اخويا، شتيها كي ولات. رشا، رشا، واش هيك لاباس؟ فايق فين ماماك؟ ما غيضة. دخل دخل عنبر. شو عنبر؟ اختي السعديه لاباس؟ ما كاين غير لباس، تلوات لي رجليا في هاد الدروج النحس. راسي راس المحين. شتي هي زرقاء شويه. وفوقاش طراك هادشي؟ البارح في العشيه ملي كنت جايه من الخدمه. واختي ما يكون باس. بالي وريك باس. عافاك عنبر، عاوني نصوب ديك الفاس مرة غير بشويه هكا. جيتي بغيتي شي حاجه؟ اه كنت بغيتك على ود رشا، مسكينه مريضه بزاف، بغيت شي واحد اللي يوقف معاها ساعه حتى انت واحله في راسك. وانت كتشوف ما حيلتي الخدمه، ما حيلتي للدار والولد، ودابا زايده بالتوعات. مزيره رشا كده بزاف؟ لا. واش غديري في الخدمه؟ ما غاديش نمشي غدا، راه صوبت واحد شهادة طبية. صباح من جيت تدي أذن فكرني نعطيها لك تديها معاك للخدمة. واخا غيكوني هانية. صافي ما محتاجة والو. بارك الله فيك أخويا عمر. تصبحوا على خير. أجي بغيت نشوف داكشي معاك. رشا كي بقيتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اجي ما نخرجكش شويه تنفسي. ولي وتر يا وليدي، انا ما نهشتي حتى الناس بحال الناس، ما خصني غير الخروج ونمشيو على الاقل البحر. انت كيعجبك واخا تبقي حتى في الطنوب. يا وليدي يا وليدي ما قادراشي، غيرضي عليك عطيني كاج الماء. واخ عاملي صباح الخير. صباح الخير اختي سعدية. لاباس؟ فين ادم؟ ادم اجي يا عمو عند برجا. أصبع خير بخير وتهلا فيه. الله ودي عاد توصيني كنديرو بحال ولدي. أو هكا باش تشري شي حاجة؟ لا 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 خذ. لا لا اجي. لا والله ما نشد. لا عندك طيح بشوية. ناخذ الكليب. خير عربل. صباح الخير اختي صوفيا. عزيتون ها السميطه ديالو عندك يهربك في الطريق الله يخليك. ما تخافيش غادي نديرو بحال ولدي ياك زيتون. وحده شي ندير باش تاخذ الفرماج. الله يخليك. واخ يلا يلا غير كوني هانيه. ها زيتون
خليت لك الراحة. ما يكون بس. أمدرا خاصها تمشي للسبيطار. ياك لاباس. أنت ولدها؟ تقريبا. المرأة كبرات والضغط عندها مرتفع بزاف. هاك هادي باش ناقص في السبيطار، وهاد الدواء خذوا ليها دابا. واخا تعقلها؟ واخا سيدي. هي المجبورة مبرعة بحالها في دار باك. شكون؟ حل بنادم. شكون بنادم؟ لك حل. حيد مقراك حيد. بسيط زيدها بعملوها حتى هو. سيان. ياك لاباس. شكون اللي مسكنك أنت هنا؟ كيفاش كون رشا؟ شوف غتجمع لي الجوطية ديالك وتدرق وجهك، غدا ما نلقاكش هنا. وفين غادي نمشي؟ عطيني غير شوية ديال الوقت. شغلك هذاك؟ أنا سمعتي غدا ما نلقاوكش هنا شاروخان. عنبر ايوا كل خير. صباح الخير. صباح الخير اختي سعديه. وي مالك على تغوبيشه؟ لا والو غير شي شويه ديال العيا وصافي. ايوا واش نقول انا اللي وحداني وعندي ولد ولا حنين الله رحيم؟ والله الا اختي سعديه الا كنقولها في الغيبه ديالك الله يحسن عوانك. اش درتي مع رشا؟ سينات ديال الكونطرا البارح. مزيان. حتى انا كيخصني نجمع حوايجي ونخرج من الدار باش نعطي صورة البنت رشا دايره حالة. فين غادي تمشي؟ ما نعرف، واحد الراس كيقول لي نعاود نرجع عند الحليمة وصف. وما نعطلكش انا كنت دايز قلت نشوفك. الله يعاونك. وي شكون؟ عنبر. اختي صوفيا لاباس؟ جيت غير باش نقول لك اختي بسلامة غادي نمشي من هنا. ستون مات. مات عنبر. دخل 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 سد معك الباب. دخل. الله أكبر. خمس أيام ما خرجتش من الدار. حوايج كاملين مشتين ما قداش نجمعهم. وكيفاش وقع ليه؟ لا سوسي. تخي بيان تخو دو مسيو معلي ما ندير ليه. غير من وقت. مدينة كاملة بدات كتبان ليا كحلة كحلة. مشى لماما تخبى في فاس. حول الله. يا بل عنبر زيد زيد لالا رشا ماتت. باش ديرا
محليمة شكون؟ محليمة شكون؟ عمبر دير ولدي لاباس عليك. الله يبارك فيك. توحشناك اش هاد الغيبة؟ وغير مع الوقت الله أعلم إلا رجال البلاد عاودوا عيطوا عليا. والله إلا بيتك باقي يستنى فيك. على ما سكن فيه حتى شي واحد. لا شحال الناس بغاه ولكن أنا خاطري ما ارتاح حتى لواحد فيهم. هيا نجيب حوايج يا محلي. إوا دخل بعدا دخل. لا محلي ما غيخليك بحرا نجيب حوايج. هذيك السيدة اللي كنت ساكن عندها بنتها هبط عليها كنتاش دري عليا. والله يعاونك هاد الساعة. مساء الخير لاله. كتسول على شي حد؟ كلمي لي يا عمر الله يخليك. كتسول على عمر؟ علاش ما بقاش ساكن هنا؟ كان ساكن هنا دابا ولا ساكن في المدينه القديمه. ياك ما رجع للدار الاولى. واخا شكرا لاله. العفو سيدي. شوف الا شفتي عمر قول لي قالك سعد يدوز عندها. واخا السلام عليكم الحاجة. عليك السلام. الله يخليك بغيت نشوف عمر. شكون انت ولدي؟ انا عمار صاحبه. ادخلها وناس. واخا. عمار بسم الله عليك. وين دخلتي؟ هذا عمار واجرك الله. خلعتيني يا صاحبي. واش باقي شي حد ينعس في هذا الوقت هذه؟ مزيان نيت اللي فيقتيني. كنت كنحلم واحد الحلمه ما فيها ما يتشاف. ياك بعدا عندي لك واحد المفاجاه. الا مشيت حتى قلتها لك ما غاديش تعاود تقدر ترجع تنعس. شناهي هذه المفاجاه؟ زينب لاباس؟ شوية؟ اختي زينب بنت لي بحالة تهدنات دابا راه شاربة الدواء. دابا حاسة بيا كتعرفني شكون أنا؟ كتشوف كتسمع ولكن رد الفعل راه ما كاينش. وشحال غادي تبقى بحال هكذا؟ سا ديبون على حساب الحالات. شهر شهرين دو توت فاسون بدينا كنقتلوا ليها الدواء بشويه بشويه. زينب لا بلا ما تخرب ليها خليها بشويه بشويه حتى تولف. الله يشافيك. شكون؟ سعدية لاباس؟ الحمد لله. مفاجأة هادي. لاباس عليك؟ الحمد لله. شباب خير؟ دخلي. لا خويا زربانة. رشا قبل ما تموت كانت خلات لك هاد الأمانة عند خوانيتا. وأنا ملي تلاقيتها في الكنازة عطاتها لي باش نجيبها لك. شي بركة. والله يعطيها الخير. كي جاتك الحومه ديالي؟ زيانة. الناس شعبيين وظريفين وخا هكداك.
قالت لي اخواني طاب لي رشا مسكينه كانت بغات تكتب لك الثلث في الملك ديالها الساعه. اودي الحمد لله وصافي كاعكم كتبتوا لي، واش هذيك بنتها غتخلي لي شي حاجه؟ اش اخبار ادم؟ توحشك والله الا انا توحشتو. شحال جمع عليه هذا الحلو؟ تسناوك العشاء؟ واخ ان شاء الله. سلام. الله يرحم والدي. الو محمد لاباس عليك؟ اه عمبر اخويا مبروك ما تزيد عندك. والله الا فرحت ليك. لا الزهره لاباس عليها؟ الحمد لله. لا لا بخير بخير. كي داير الجو في طنجه؟ مزيان. لا السعديه لاباس عليها. وعرفتي كون تشوفني دابا وما تعرفنيش وشهر وخان وصافي فركس. لا السعديه لاباس عليها. اي اي والله ولقى اخويا شي وقيته تنجي عندك. لا والله تنجي عندك. الله يعاونك هاد الساعه الفلوس يمشي. سلام اخويا. يا انس هاي 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 اش هاد الاناقه؟ رايح عريس؟ شي شويه. ايوا سيدي ما بقيناش كنتقادو. بسم الله. اش قلنا؟ ودابا جد طيبه انا ناكلوها والاخر قال لي على راسي. شكرا. بلاتي فين ادم؟ ادم سيدي غضبان قال لك بغاني ندي للبحر. فين هو؟ حواليه. ادم مالك ولدي؟ ماما ما بغاتش تديني للبحر. ما بغاتش تديك للبحر؟ انا نديك للبحر. كتعرف تعوم؟ عرفت اش غنديرو؟ غنمشيو عند واحد صاحبي حماد ساكن في طنجة وتما كاين بحر كاع ما كيغرق. طنجة كاع؟ ماما قول لي عمي بات معانا. وعلاش لا؟ ولكن قبل ما نمشيو لطنجة كراش نمشي نشوف واحد السيدة عزيزة عليا. واحد السيدة؟ واخا ما كاين مشكل. سمحوا لي نمشي نصاوب العشاء. هاك علاش كنتي وصيتي؟ ولكن بلاتي قلع شنو هنايا؟ عندك كلشي بوكان. حلو تشوف هيا تخرج لك.